خلص نروح الفريق كيت صلاح وبقى الجزيريين ان شاء الله ربي يرحمه ويجعل مثواه جنة ان شاء الله. الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تعازينا الخالصة لعائلة الفاقد قايد صالح ولكل الجزائريين، وإن شاء الله متابعي الجنة إن شاء الله وربي يرحمه إن شاء الله ويوسع عليه. آمين. السلام عليكم. اليوم جيتوني يعني بمصاب جلل تاع المؤسسة العسكرية، طلبوا يعني الرحمة المغفرة لقايد صالح، يعني اللي راه رمز يعني من رموز الجزائر وشهيد من شهدائها، لأنه يعني عرف كيفاش يسير الموقف، باسكو الجزائر يعني كانت يعني في موقف حساس. نطلبوا له الرحمه وربي يغفر له ان شاء الله، بصفتنا كلاعبين كلاعب من الملعبيه تاع اولمبيك شلف. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا باسم كل الطاقم الفني ولاعبين واداريين، نعزي عائله القايد صالح المرحوم قايد صالح، نقول معظم الله اجركم وحتى المؤسسه العسكريه وكل الشعب الجزائري. اولا نقول كلمه حق في هذا المرحوم اللي يقف وقفه رجل عظيم في مهنه الجزائر، لانه الناس اللي تعرف خبايا هذا الوطن تعرف باللي هذا الموقف موقف رجولي وجنب الجزائر. انا نقول عشريه سوداء اخرى، والحمد لله يا ربي مادام كاين الرجال في الجزائر ما نخافوش الجزائر. راك تشوفوا الجنازه تاعو اليوم كشاهد على ما فعله. اولا ندعو له بالرحمه وش نقول لك، ربي يرحمه وان شاء الله البلاد ديما تقعد بخير ان شاء الله. شكرا.